اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بالضيوف اللي نورونا في استوديو. يعني بعد الفاصل الكابتن خالد ابو زينه، احد افضل المديرين الاداريين في فرع الكره الطائره على مدار التاريخ. اهلا بيك يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ انا مش عايز يعني ايه اقول يعني الافضل اطلاقا عشان ما نبخس اللي قبليه هنا، ولكن حضرتك واحد من افضل الناس اللي جوه. الله يحفظك، ربنا يخليك. منورنا يا كابتن. الله يحفظك، ربنا يخليك. يمكن كان في رجل من الجهاز كان له دور كبير جدا، وكابتن محمد مصالح ميدو كتير اشار اليه، والراجل الحقيقه مكل في الظهور معانا لانه راجل بتاع شغل، والسنه دي عشان كان في اب داون كتير في الاحمال فكان دوره كبير جدا. معانا الكابتن الحسن عبد المجيد مخطط احمال الفريق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك دكتور. ده انا قلت ده صح؟ زي الفل دكتور. يعني لانه انتوا عندكم يعني الموسم ده غريب جدا يا كابتن. عملتوا ايه مع كابتن محمد مصالح ميدو؟ ازاي الادوار طالعه والاحمال طالعه نازله بحيث انت تعدي بالفرقه باقل خسائر؟ والله يعني من سر النجاح بتاعنا انا وكابتن ميدو ان في تناغم ما بيننا من اول سنه انا موجود معاه. من كم سنه بقى لك يا كابتن؟ 7 سنين، دي السنه السابعه لينا مع كابتن ميدو. الله اكبر. فيعني كابتن ميدو من اول سنه كنا بمشي انا وهو تمرينه بتمرينه، واسبوع باسبوع بنقعد مع بعض في بدايه الموسم هنعمل ايه من المتوقع. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبقى عندنا اول مشكله في تخطيط الاحمال بالنسبه لنا ان احنا ما عندناش مواعيد ثابته للمنافسه. نعم. فاحنا دايما بنمشي بالتوقع ان ممكن الماتشات هتبدا في 11، هتبدا في نص 10، هتبدا في نص 11، فبنبني على التوقعات في الاول. وبعد كده بنبدا ان احنا نشتغل. عايز اقول لحضرتك من ثاني سنه خلاص كابتن ميدو ثقه مديهاني 100%. هو خلاص بعدين شغلك احنا كمان عشان احنا تربيه رياضيه فاحنا فاهمين بعض، دماغ بعضنا كويس جدا. احنا بنعلى مع بعض حتى لو احنا ما اشرناش لبعضينا بتلاقوا نفس الفكر ماشي مع نفس الحاجه. يعني هو دايما بيجي يسالني مثلا انت النهارده عملت حديد تقيل، اقول له فهو بيبقى عامل التمرينه بتاعته نسبه على الشغل اللي انا عملته في الجيم او شغل الحديد اللي احنا نعمله. كل سنة الحمد لله بيبقى في تطور وبيبقى في تفاهم أكتر، وخلاص بدأنا نفهم كمان. وبما إن اللعيبة معانا الحمد لله يعني في استقرار لحد كبير، فخلاص برضو اللعيبة يعني خدت على الوضع معانا وخدت على السيستم التمرين بتاعنا ماشي إزاي. إحنا دايما وده طبيعة النادي الأهلي إن السيستم التمرين عندنا بيبقى عالي، شدته عالية طول الوقت، لأن إحنا مش بنبني شغلنا على بطولة واحدة. إحنا موسم كامل صحيح. وموسم كامل إحنا مش عايزين نكسب بطولة، لا إحنا عايزين نكسب كل البطولات. ودي هي النقطة الصعبة في الموضوع، إن أنت إزاي تخطط إن الناس يبقى في أفضل حالة ليهم في كل بطولة، وإن أنت تقدر تستمر ده المستوى ده لحد آخر بطولة عندك. نعم. في السنة، وإن أنت تحافظ على اللعيبة بتاعتك الحمد لله يعني بدون إصابات، أو إن حتى لو حصل أي حاجة يبقى بتقدر إن احنا نلم الدنيا بسرعة. صح. الإصابات ما تبقاش حاجة كبيرة، لأن من أهم حاجات بتفرق مع اللعيب في موضوع الإصابة لو هو حالته البدنية كويسة، ده أسرع حاجة بترجعه تاني بسرعة لفورمته. صح. طبعا بالمعليك. الحمد لله احنا يعني معانا دكتور سامح ظلام ودكتور إيهاب ناس يعني حبيبي. ما شاء الله عليهم يعني استجابات سريعه جدا الحمد لله. الحاجه اللي تاخد اسبوعين لا ممكن اسبوع. حابين الشغل، هم مندمجين في الشغل، حابين طبعا. يعني بيشتغلوا ومش بيشتغلوا وبيأدوا واجب، لا ده عايشين الحاله اكيد. يعني فانت معاك جهاز طبي جميل جدا. لا ما يعني ما نقدرش نغفل عنهم. دكتور سامح بجد من الناس اللي بتتعب معانا جدا وبتلم ورانا اي حاجه. وهو دايما حتى كابتن ميدو يقول له احنا سامح هنعلى انا وحسن الاسبوع ده وانت لم ورانا. دايما الكلمه الشهيره بتاعته احنا هنكسر وانت لم ورانا. يعني الدكتور فخر الدين، وتحياتنا كمان للدكتور سامح ظلام.